بتكذب ليه؟ ايه؟ بقول لك بتكذب ليه؟ بكذب في ايه؟ انت قابلت كريمه في مكتب عيسى، ولما سالتك قلت لي انك ما تعرفش انها بتشتغل عنده اصلا. تكذب يا يحيى، بس انا عشان ربنا بيحبني جاب لي الحقيقه لغايه عندي. اوعى تفتكر ان انا نايمه على وداني. بصراحه انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده. سيبني اكمل كلامي. ما تعليش صوتك لو سمحتي. خايف على شكلك قدام ولادك ومش خايف على شكلك قدامي وانت بتكذب؟ انا هسكت. وانا مش هسكت يا يحيى. ما تسكتيش يا امان. رايح فين؟ رايح لعيسى. جاي منين؟ كنت عند عيسى. انت لازق في عيسى عشانها بقى. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وانت اللي بتعمله. اسمه ايه؟ انا فعلا ما كنتش اعرف انها بتشتغل عنده. عايز تقنعني ان احنا من يوم ما رجعنا مصر ما حاولتش تدور عليها مثلا؟ اذا كان انا من يوم ما رجعنا وانا من فتره للتانيه بدخل على صفحتها على الفيسبوك عشان اشوفها بتعمل ايه؟ اتجوزت ولا لا؟ بس على فكره انا بطلت اعمل كده لاني لقيتك كويس معايا لغايه اول امبارح. معرفش انا عملت كده ليه، بس لما دخلت على صفحتها لقيت صور ليها مع عيسى اتفاجئت. قلت ايه ده؟ ازاي يعني؟ ولما دورت اكتر اكتشفت انها بتشتغل مع عيسى في المكتب. ما جاش في بالي انك تعرف وما تقوليش، بس انا عرفت. انت مش هتتغير يا يحيى. اللي في داء ما بيخفش منه. اكذب براحتك واغلط برضو براحتك، انا بالنسبه لي حياتي معاك ما بقتش تنفع. انا مش عايزه اسمع رد منك. انا مش هرد، انا بس هكمل لك القصه دي. أنا فعلا قابلتها عنده، بس كانت صدفة وما كنتش أعرف إنها بتشتغل معاه. شفتها اتصدمت سبتها ومشيت، ولما كنا في النادي أنا وأنت ووليد لقيتها هناك واكتشفت إنها بتراقبني وطلبت مني إن أنا أقابلها عشان تتكلم معايا. أنا ما رضيتش أقول لك عشان عارف إنت هتفكري في إيه ودماغك هتروح لإيه، وعارف إن إنت ما عديتيش الموضوع ورحت قابلتها عشان أقضي على كل الشغل اللي إنت بتفكري فيها دي، لأن هي كمان ما كانتش معدية الموضوع. قابلتها قلت لها أنا بحب مراتي وعايش علشانها وهي كل حاجة في حياتي، وسبتها ومشيت ولحد دلوقتي ما شفتهاش. ولسه كنت بقول لعيسى إن أنا كان لازم أقولك، بس ما قلتلكيش عشان عارف إن أنت لسه فاكرة كل حاجة زي ما أنا شايفك فاكرة كل الوجع. فكرة انه خلص لقيته مكمل وعايش معاك. وانا بحبك وربنا اللي بينا شاهد ان انا قلت لك كل اللي حصل، ما كدبتش.